نيران غزة لا تزال تشير إلى استمرار الأعمال العسكرية. وسط عدم الوضوح حول السقف الزمني للعمليات العسكرية هذه، فإنه يبدو أن لا اقتراب لنجاح جهود الوساطة. ووسط كل هذا تتعرض السلطة الفلسطينية لانتقادات واسعة ومطالبات بدور أكثر فعالية في وقف نزيف القتلى في القطاع. تستطيع أن تنضم فورا إلى ميثاق روما، وهذا سيفعل فورا إجراءات المحاكمة ضد المجرمين الإسرائيليين. أي جهد يمكن أن يبذل الآن لوقف العدوان على شعبنا جهد مطلوب. أهم شيء الآن وقف هذا الدمار الجاري، أهم شيء الآن وقف هذا التهديد لحياة أبناء وبنات شعبنا من المدنيين الفلسطينيين. لكن السلطة الوطنية حددت لنفسها هدفا واحدا جعلته نصب عينها في اتصالاتها الرامية لإنهاء الأزمة. وبينما تزداد المطالبات للسلطة الفلسطينية بأن تؤدي دورا أكثر فاعلية في تهدئة الأمور في غزة، يرى المسؤولون هنا أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون الهدف الأول، ثم تأتي بعد ذلك كل الشروط الأخرى بما في ذلك شروط حركة حماس. وتعتبر السلطة الفلسطينية أن تحقيق أي شروط يمكن أن يتم بطرق عدة بمجرد هدوء الأوضاع في غزة. غير مطلوب أن نبحث عن شروط أكثر مما طرح في السابق، وبالتالي إذا كانت هنالك مطالب، والمطالب للأسف ستكون من الجانب الإسرائيلي أيضا، وبالتالي لا نريد أن ندخل في الحديث عن شروط ومطالب. مطلوب أولا وقف إطلاق النار، ثم نبدأ في البحث عن ما يجب عمله. ويرى مراقبون أن السلطة لا تملك الكثير لتفعله حيال حرب غزة، وأن تهدئة الأوضاع لن تتم إلا بتضافر جهود دولية وإقليمية للوساطة والضغوط على طرفي النزاع. أشرف سعد، سكاي نيوز عربية، رام الله.